صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين، وحلقة جديدة وجميلة ومهمة جدا لأنها مع شخصية مميزة وجميلة، دكتورة علا عبد الفتاح رجب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومدرس العلوم الإنسانية. زي حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بالسادة المستمعين. ميرسي. الصوت بينقل بينقل وبنحسه وبيغير المود كمان جدا. أي. جدا في التليفون لما بكلم واحد ببقى حاسس ان هو متعصب، او ببقى حاسس ان هو مبسوط، او ببقى حاسس ان هو بيديني طاقة إيجابية زي ما بيقولوا كده. بالضبط، هي نبرة الصوت ممكن تخليك توديك دنيا تانية وتجيبك تاني. كلمة بسيطة ممكن تحللك مشكلة، ممكن ترسيك على بر، ممكن تغير مودك في الظل ان احنا كلنا كده مضغوطين، وفي نوع من الإجهاد الاجتماعي والإجهاد النفسي والإجهاد الفكري والإجهاد البيولوجي، كل ده ممكن يروح ببساطة بكلمة واحدة. كلمة الإجهاد النفسي دي حلوة قوي، يعني عجبتني. وفعلا احنا في حاجة اسمها إجهاد نفسي؟ طبعا. بص حضرتك، انا مجرد ما عندي إجهاد فكري وفكري بيودي ويجيب، انا هقولها كده ببساطة عشان احنا بنتكلم في برنامج ببساطة. بالضبط. ومهم بالنسبة لي ان كلامي يدخل القلب فعلا. طبعا. مجرد ما في اجهاد فكري، وفكري بقى بيودي ويجيب وعمالة افكر ومش عارفة حل ولا اربط من كذا مثلا ولا اخد قرار، بيحصل لي اجهاد نفسي. الاجهاد النفسي بيبقى شكله ايه؟ أيوة. انا مش في المود، مش قادرة اتفاعل بصورة طبيعية، الحاجات اليومية اللي انا متعودة اعملها انا ما بعملهاش بنفس الدفاعية والقوة. ده بقى ينعكس على الناس اللي حواليا، بدل ما يبقى عندي طاقة إيجابية بقى في طاقة سلبية، مش متفائلة، مش قادرة أعمل حاجة. ده الإجهاد النفسي. تمام. وهل فيها برضو حتة إن أنا ممكن أبقى متبلد، يعني إن أنا الحاجة خلاص مجهد فخلاص مش هتفاعل ومش هعمل حاجة معاكم؟ يعني أقصد يا إما ببقى رافض القصة ومتضايق ومش هتعامل، يا إما الموضوع مش هيفرق معايا وابتدي بقى أتعامل لا مبالاة. يعني الإحباط ده شيء قاتل. الإحباط ده الحبو التدريجي نحو السلبية، مفهوم الذات السلبي. انا مش شايفه نفسي حلوه، مش شايفه نفسي ان انا بنجز، وشايفه ان الناس كمان شايفيني كده. ببدا اعمل سيناريوهات كلها سلبيه، تقوم تعمل لي ايه بقى؟ الاجهاد الاجتماعي. انا لما ابقى مجهده اجتماعيا تبدا علاقاتي تقع واحده واحده. تمام. اللي احنا بنسميها العلاقات الصفريه. ليه سميناها علاقات صفريه؟ خدت صفر في العلاقة دي، فشلت في العلاقة دي. طول الوقت أنا بقول أنا بخسر. أكيد ليا دور، لكن مؤكد الأطراف الأخرى برضو ليها دور. أكيد. تمام؟ أكيد. فالإجهاد النفسي ده بيؤدي إلى الإجهاد الاجتماعي. هوب بنصرخ نقول أصل إحنا مضغوطين، والضغوط بقى نظلم معانا الضغوط. شوف أنا بقول إيه، نظلم الضغوط. لا، الضغوط موجودة لو كده كده في حياتنا وفي حياة الناس اللي برا ولا حواليا. وكله دي بصورة طبيعية. صح. أنا لازم أتغلب بقى على الضغوط دي. فلازم بقى أبقى مؤهلة. أبقى مؤهلة على المستوى النفسي، على المستوى الفكري، على المستوى الاجتماعي. والمستوى الفكري أنا لا أعني بي التعليم أو التألق في مراكز. لا. على المستوى الفكري، على المستوى التوعية، أبقى عارفة أنا بعمل إيه. وعلى المستوى السلوكي. حلو جدا. أخطر حاجة بقى الإجهاد السلوكي. لأن أنا مش بضر نفسي بس، أنا بضر كل الناس اللي حواليا. يعني بتصرف بسلوك مؤذي. عصبية، عدم وجود ثبات انفعالي، متمردة، عدوانية، عنف، بأذي اللي حواليا، ما بتناولش الأمور بموضوعية، اللي بيكذب، اللي بيشهد زور، اللي بيظلم، اللي ما بيشوف شغله بأمانة. كل دي معطيات للضغوط. طبعا. وأعتقد يعني دلوقتي مهم جدا أن احنا بندرس مهارات إدارة الضغوط، خاصة عشان بتنعكس على العملية الإنتاجية بقى والعمل إلى طبعا. طب هي في حاجة كده مقولة أن الضغوط مطلوبة عشان تحفزك ان انت تنجح، يعني انما لو عدت حد معين او لو ما عنديش انا القابلية ان انا
اديرها زي ما حضرتك قلت كده التعبير الجميل ده، ان انا ادير ضغوطي. هي إيه بتؤدي بقى للاجهاد النفسي ثم الاجهاد الاجتماعي ثم الاجهاد السلوكي، صح اللي انا بقوله؟ تمام. هقول لحضرتك مش في كل الحالات. كل واحد فينا له مفتاح للشخصيه. في حد يضغط احنا زي ما بنقولها كده ايدك والارض منه خلاص ضاع. في حد يضغط ينجز ولازم عشان ينجز يضغط. الفروق الفردية احنا بنسميها بقى عالم النفس الاجتماعي، الفروق الفردية بين الافراد وبين سيكولوجية الافراد ومفتاح شخصية كل واحد. كل واحد له طريقة. تمام. ما ينفعش نضغط على الناس كلها. لكن الى اي حد نصل للضغوط؟ تمام. في حد معين، الحد ده لو عدناه بنوصل بقى لحاجة اسمها الاحتراق النفسي والاحتراق الاجتماعي والاحتراق الوظيفي. ده بعد الإجهاد كمان، ده بعد الضغوط نفسها كمان. خلاص انا صرخت وقلت يا جماعة انا مضغوطة. بوصل بقى للاحتراق النفسي. خلاص انا مش لاقية نفسي، هويتي مش موجودة، منساقة ورا اي حد. الاحتراق بقى الاجتماعي. انا دوري ما بقاش واضح وما بقتش اادي دوري كما يجب. الاحتراق الوظيفي مش اللي هو جوه الوظيفه بقى. تمام. افرض انا ما بشتغلش. الاحتراق الوظيفي وظيفتي داخل المجتمع. كأم ما بشوفش شغلي. كطالب، كموظف، كرجل، كزوج، كزوجه الى اخره. بس طبعا الاهم بقى من التصنيفات الجميله العلميه اللي حضرتك قلتيها، ازاي اشخص نفسي، ازاي اعرف اتعامل عشان بقى بعد كده ادير يا بنفسي يا اما بالتعاون مع حد زي حضرتك يعني. تمام. هنتكلم الاول على محاوله التشخيص الذاتي. يعني انا احس امتى ان انا مضغوطه ولازم ابدا اغير المعطيات اللي حواليا. هقول لحضرتك جمله خطيره، لما احس ان انا مش قادره، لن استطيع حاجات انا كنت بعملها، مش قادره اتحملها ولا قادره اعملها ولا قادره اتفاعل مع الناس على الرغم ان ده سيستم يومي انا بعمله. اذا في حاجه بتقولي ان انا مش في المود او انا مضغوطه. ابدا بقى افكر وارتب الدنيا. معرفتش اشوف من هو قادر على اني يقدم المساعده بصوره ايجابيه. صوره ايجابيه يعني كلام ما يتستفش كده في قاعده والاقي روحي مش عارفه اطبقه. تمام. ده بالنسبه للي هي حاله التشخيص. بس التشخيص برضو يعني ممكن تكون اول ما احس ان انا تعاملاتي مع الناس ما كنتش عصبي بقيت عصبي، ما كنتش بتنرفز على حد، موقف معين كان بيحصل لي ابتديت اتعامله بطريقه مختلفه. يعني ده برضو احد التغيير دوت برضو ده ممكن ده يكون احد التغيير. والاهم من ده كله لما حد يشوفك ويقول لك انت فيك حاجه دي منتشره قوي. ايوه في، يبقى اكيد في حاجه. تمام. ايجابيه خير سلبية. وبركه سلبيه لازم احط ايدي عليها وابدا ادارها. تمام. خلينا نقول حاجه تانية. تمام. انا لو صادق مع نفسي هحط ايدي على نقط معينه وهتعامل معها بموضوعيه. بموضوعيه ازاي؟ مش هكذب على نفسي وهبدا اعالج الحته دي. لو اتعالجت فيا حتى لو الاخرين، لان ده احنا بنواجهه كتير، ما ادونيش فرصه ان انا اثبت واحد اتنين تلاته، مع الوقت هتلاقي الفرصه جات لوحدها. هقول لحضرتك لما اقول انا مش انا. طيب جميل جدا. طبعا احنا فتحنا حاجات كتيره قوي بصراحه، وطبعا الحلقات بسيطه، بس هتوعدينا بلقاء اخر نطبق ده بقى على في بيتي. يعني مهم قوي نتكلم على البيت بقى والعلاقات الاسريه وشويه حاجات كده مش هقول عنها عشان الناس تستنى. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وببساطه كل حاجه بتمشي ببساطه. ببساطه والابتسامه الجميله بتاعه الدكتوره علا اللي واصله لكم اكيد من قلبها لقلوبكم ان شاء الله. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. عيشها ببساطه. عيشها ببساطه هي فكره وحمله وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل الا بيكم. ابعتوا لنا قصص او اسئله او استفسارات او تجارب شخصيه، واحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم او نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-024 او على صفحة ببساطة اجابتك عندنا. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.